باسمه تعالى أوجه خطابي الثاني للشعب الإماراتي الشقيق. لم أشأ أن أوجه خطابي الأول إلى أحد غير شعبي المظلوم بسنته وشيعته، فهو أولوية لدي، وهذا لا يعني بأنني أقلل من شأن أحد، كما لم أرغب باستعطاف أحد لأنني صاحب حق. لقد كان الشعب الإماراتي الشقيق حاضرا لدي، وأنا أكن له كل الاحترام والتقدير، فقد كنت أريد قياس ردود الأفعال على خطابي الأول، وثم أبني عليها خطابي هذا الثاني الذي يخصصه وأوجهه إلى الشعب الإماراتي الشقيق، وذلك قبل ذهابي إلى الزنزانة الانفرادية في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الجائر والمسيس الذي ظلمت به. ولبراءة الذمة أرجو منكم كل الرجاء أن تفهموا وتتيقنوا بأنني مناضل من أجل نيل كافة الحقوق لشعبي المظلوم، كما أنني أؤمن بالحراك السلمي البحت الذي تكفله كل الأعراف والقوانين الإلهية والدولية في سبيل نيل الحرية والعدالة والمساواة. إن حراكي وحراك كافة أبناء شعبي كان ولا زال حراكا سلميا منذ بداية المطالبة بالحقوق المشروعة وإلى الآن، فكنا نرمي الورود على عسكر السلطة في الوقت الذي كانوا هم يقابلوننا بآلات القمع التي لا ترحم، حيث استخدمت الرصاص الحي والرصاص الانشطاري المحرم دوليا والغازات السامة الخانقة وغيرها من أدوات القمع والإرهاب التي سقط على إثرها عدد كبير من أبناء شعبي بين قتيل وجريح. رغم هذه الحملات القمعية الإرهابية من قبل السلطة وعساكرها، إلا إن شعبي تمسك بسلميته التي يؤمن بها إيمانا راسخا، حاله حال كل الشعوب المناضلة من أجل الحرية والعدالة والكرامة للوصول للديمقراطية الحقيقية. لقد اتهمنا بالإرهاب وعدم ولائنا للوطن، وأننا أصحاب أجندات خارجية وغيرها من الأكاذيب والألاعيب القدرة التي سلكتها ومارستها السلطة، وذلك من أجل استعطاف أخواننا السنة الكرام ودغدغة مشاعرهم في الوطن العربي والإسلامي. وللأسف الشديد انطلت هذه الحيل القذرة على بعض الذين لا يعرفون واقع البحرين، كما واستفاد منها وعاد السلاطين وأصحاب النفوس الضعيفة من المتمصلحين والطائفيين لتحقيق مآربهم الشيطانية، كما واستفادت منها السلطة الحاكمة بجر بعض الحكومات الخليجية والعربية للحصول على دعمها. للأسف الشديد حيث قدمت هذه الحكومات الدعم اللوجستي والسياسي فضلا عن المادي والإعلامي، ولم تكتفي هذه الأنظمة بذلك، بل قامت بإرسال بعض مواطنيها العسكريين من أجل قمع أبناء شعبي المسالم المطالب بحقوقه المشروعة تحت عنوان تطهير البلد من الخونة والعملاء. وبهذا أؤكد وأكرر بأنني بريء، أنا ومن معي براءة الذئب من دم يوسف، والله على ما أقول شهيد، وهذا كتاب الله بين يدي، والله خير الحاكمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.